انت قداش كانوا عاد سيد معطوط بزاف كاع ما كنتش يجي معنا خلينا عاد صغير دابا اش هكا تجو دابا هذه ومش حاجه دابا باش من نهار الاربعاء كاين اللي من نهار الاربعاء هنا وخذوا البرا نهار الاربعاء وما لقاهاش بعيد الحال كاين اللي عاد ايام هذا الشيء ما كيتاجلش حنا ثلاثه مرات انا كنجي هنايا وكنردون حنا لي الطبيب قال لي الطبيب راه ما كاين عاد دواش هو قال لنا على اليوم الجمعه الصباح تلقاو الدواء ملي جينا ما لقينا والو واش بغاو بنادم يجي حالات مستعجله ما كاين زعما ما فيهاش تقعد حتى الغداء ولا شي جارح ولا شي حاجه هذا راه خطير هادشي مرضي الكلاب هذا ماشي هذا راه خصنا نديو 140 خطر خطر شي خصو يتجاوب بنادم ولكن تقريبا هاد الناس كاملين في خطر هاد المرضى سيدي راه خطير راه كل واحد عايش مع اسره الا ما جاش الدواء حيلا راه غادي يمرر حتى الناس اللي عماه تاهو ما جاش البان واليوم جا عندنا تنبيه ولكن ما بغاش يهضر معنا كيقول لك الدواء ما عندناش ملي قلت ليه انا سير خصني نداوي انا راني 9 ايام هادي واش معذور انا خصني نداوي اليوم قال لي لا الرئيس ديالكم ديال الجامعه تحط حراره ما دايرش عليكم ما مخلصش عليكم نتوما هادو قلت ليه علاش انا ما كنعرفش الدواء انا كنعرف العامله ديال السكين هنا كاين المستشفى البلدي خصني نجي انت تعديتي انت تعديتي تعديت الخميس وخميس الاخر هو من كان جي عنده الدواء ما كاينش شكون هو طبيب من كاين بين هضروا معاه ما كيهضرش كيمشي يخلينا كيهضرش معاكم لا من كان جي نقول له الدواء علاش ما كاينش كيزيد يقول سيروا البلديه سيروا العماله شكيو ما عندنا ما نديرو شو الدريري راه واحد خلينا واحد خلينا كاع داير وجهو كامل واقف واحد راه خلينا ما كيسمعش راه الاخرين ما يقدروش يزيدوا من اللي راه خلينا مدم ما قدرش يجي واحد بشويه وجهو كامل واقف دكتور دكتور قال لنا سيروا ليوسفيه لغوا تضربوا البرا غنخلصوا من هنا وغنمشيو ليوسفيه ليوسفيه كبر من ناس فيه عندنا عمال ليوسفيه غادي تزيد نخلوه ناس فيه ونمشيو ليوسفيه هذه خدمه هذه كيضحكوا على بنادم رئيس مجلس بلدي راه ما كاين قال مشوفه ما كاينش ما كاينش خطر ولا هذا المواطن الدرويش غيمشي يموت فيه تجيو عندو من المعصب كنضيعو في هاد الدلاله كنضيعو في هاد البلاد هادي كنضيعو فيها الا كنضيعو من بلاد كنضيعو في هاد البلاد وكان ولد شي مسؤول كره دوا جي امس ماشي واحد ماشي جوج 40 واحد هادي 50 ديال البشر كتجي تمشي الدواء ما كاينش كيتسناو بلا انتيجين وجي يضربوا لي واحد البرا ديال السم يقطعوا هذو هذو الحل اللي بان لي سير وجي تجهل وجي ندق لك واحد البرا ديال السم قطعوا دابا كون عاد بلا بصحاح من مراس هذا ما كانش حاجه هذا الداعي راجل عنده بهيمه بغا يتنفع عندها هي بركش تاجه كاين اللي عنده حمار كاين اللي عنده بغال كاين اللي عنده كلب كاين اللي نقص عليه مشاكل يعدوا يخلوهم يعدوا ما شاء الله